إحياء لمولد خير الأنام، قامت جمعية حنان لحماية الطفولة المسعفة بالتنسيق مع مركز الطفولة المسعفة بتكريمات للمتفوقين من أطفال هذه المؤسسة. تخللت التظاهرة إنشادات في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ومسرحيات على شرف الأطفال. بمناسبة احتفال بالمولد النبوي الشريف، قامت الجمعية بهذه المناسبة بالاحتفال مع التنسيق مع مؤسسة دار الطفولة المسعفة ومركز رعاية الشباب. هذه المناسبة الكريمة اللي هي ذكرى إحياء مولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، قامت جمعية حماية الطفولة المسعفة بالتنسيق مع مركزنا ومركز مؤسسة الطفولة المسعفة، وتم الاحتفال هنا بمؤسسة الطفولة المسعفة، أين تم تكريم طفلين نالوا من خلالها جائزة أحسن سيرة أو أحسن خلق، وتقديم بعض النشاطات منها حفظ القرآن، منها تقديم أناشيد، كذلك فرقة فولكلورية من طرف المركز المتعدد الخدمات، أين قدمت للأطفال في الأخير بعض الإكراميات والحنة، ونذكرهم بذكرى المصطفى صلى الله عليه وسلم. لتبقى جمعية حنان الولائية وخلال المناسبات الدينية والوطنية دائمة العهد والوفاء للطفولة المسعفة.